شوية قلب الحرة هذي قلب الحرة تنشوف فيه ديلا هيات بط مو عيو. السلام عليكم الاخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تحشتكم بزاف بزاف. راه البح قاسم في الدار وانا نقول لهم يلا مشوا للرباط، حنا راه جينا للرباط يلا وصلنا. انتم ما تشوفوا الشوارع تاع الرباط شحال زوينين، راه البحر راه هو وراهم البحر. جينا بنا نجري لعمل الرقية راه عفتوها الرقية باش نشوفوها اش فيه. هو جينا لهنا بانت ليه شوية السرد الراهية ما باقي بقى لا رقية لا والو، بانت ليه الشوارع راه مشى ليها ومشوها شوية نشدو فيه. ممكن ما تشوفوا بعدا حنا راه وصلنا الحمد لله بخير وعلى خير، ضربنا الطريق فطرنا داكشي دات بخير وعلى خير. شو نطلع عليه واحد شوية السمعة وقدامها البحر. كنتي علاش دابا هما حيدوا هاد البلاد من لهنا؟ هادو راه حيدوا هاد البلاد ولكن عوضوا لهم فين يسكنوا. الله يعمر هادو. ديروا شانتي. الله يحفظهم بالتحية للعاصمة. سيدنا ولا حيدوا. شكون؟ سيدنا. وعوض لهم. عوض لهم. متيقنين اخويا. اسمع اخوتي اولاد البلاد ها هما ولاد الغربة. متيقنين وانت تطلع كامل هما جي اخويا. الله يحفظك. ها هو تحية لخويا سعيد ولد البوليس يا عقلوا عليها ولاد الغبات هادو العاصمة ديما عسكر وجيت عندهم قال لك ديما عسكر ديما مراكش شوفوا الناس الله يحفظكم انت نقول لكم من طنجة القوية دابا كاين في العاصمة ديما عسكر حتى القبر ديما عسكر سماع تحية لكوكب المراكشي الله يحفظكم الله يطولكم مرحبا 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 انا وليت تنقد السيل فيت انا ولا ما عادش يقولوا لي اي 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 ما خصك السيل فيت سلام دير تي دخل تاعك كنت نجمع شويه تغبط تاع الصباح غادي تشوش غادي ندير مع الصباح انا بقول انا ما حريف يا اخويا هو صاحبي عندك
خويا كنا والله خلف على هاد الناس الله يعمرها غباطين الله لا تفتح الله فيا كي هبطت باقي ما مشيت تلقن ويقول لك والو شويه عزيزه عليك هاني كلتها معاهم ولكني عندي واحد السؤال لهذوك الدراري الصغار ولا ضربات بغيت نسولهم سير حيده داك اما سخفي جاو اما سخفي واحد اختي ما عوضك ما تهضر معاك غادي وقف وقف ها هو وقفتو على ودك خويا ترجعوا هاي عندك قلبره ثاني وصلت دابا للسبيطار مرحبا نشوفهم ساكن ابو يعطيونا الانسولين وبغيت نتاح والله الا سخفت وما ضربتهاش راني جيت عند خوتي خوتي الله يحفظكم جاو معايا الناس و في السبيطار ما عكسوا معايا ما والو واحد الدكتور مسكن هاد الناس معروفين في الحومه مسكن هي جابوا لي السبيطار تاعهم ما زكروا معايا ما حتى حاجه قلت لهم المهم داوهم اليوم الله يحفظهم والله يطول لهم العمر وهاني غادي نجبد هاد الدكه خوتي نسيت ها هي هي جات الله بابي بابي جاب الله الزباين اللي حقر عليه السلام عليكم مرحبا سكوتي والدي نوع على واحد جاب الله لاباس الحمد لله لاباس انت كتعتني بزاف اخويا انا كيجي انا كتفقسني يعني ملي كنتو داك الشيء سامي سعيد يلاه الله يحفظك يا دكتور الله يعمرك بيدير الوالده ليك لاباس اخوتي الله يطول لك العمر ها انتم اخوتي هي عطيها لشي واحد من المسلمين يدكا ولكن هي بغيت ندكا فوق السوق بيت ها هي باش نعاونك بابا ايه هو مسكين اشنو غايدير الحمد لله خاطر شكرا لك سمعت لكم تكريمات اه انا انا الله يخلي لك الوالدة والله لا نسيت اخوتي بالله ربي ما خلاني تبيع دخلني نسيت الحمد لله وهاد الناس راهم مساكن صحاب العاصمه انا باش تعرف صحاب الرباط الله يعمر هذاك واخا تنقول له طنجه الكويره مجموعين العاصمه ما قلت لنا حتى كلمه لعبنا ولا ولا ما جيتو عندنا سعيد راه عرفنا ديجا سعيد هذوك السعيد جلال هذوك القرعه ديرهم لي في الثلج قال لي خصهم يبقاو في الثلاجه ملي تمشي حتى صافي ضربها مسكين ديالي بنت بالفيديو لا لا الدنيا عاليه انا كاين مشكلات الشعب عالي الحمد لله انا سالتك واش هانيه بنت بالفيديو قالت لك حنا ولاد الشعب بغيت تصوموا معايا مساك الله يحفظهم والله يطول لهم العمر واللي عنده شي مهمه الله يخليها ليه والله يحفظها ليه من طنجه الكويره الله يفاجئها على واحد النهار كبير عند الله الله يفاجئها على مسكين الله يستر عليها انا في سبيطار الحومه تاع الرباط تحيه للرباطين بغيت نعرف البويتات بويتات واتصور مع السيدة أحبابي في الرباط والله المستعجلات ديال الرباط عبد الله السوسي من هنا جد مراكش الله يخلي لنا سيدنا عاش الملك عاش الملك الله يشافي كل واحد سي عبد الله تيعيط لي مسكين ماشي باقي والله لا ولا عند من جيت مسكين سبت معايا الدراري الغياب مرحبا بك مرحبا تحية للطبة كاملهم من طنجة للكويرة تحية للطبة كاملهم بخير الله يطول لكم العمر اول جاي بدنا نفتح المستشفى السابق بلدية شيخ ام نصار كاين شي حاجه جي مرحبا بك حنا موجودين الله يحفظك هادشي صافي شديتي مزيان كلشي تيبغي صويره اجي انا يوسف اجي يوسف حدا يوسف اجي من هنا اجي من هنا اجي من هنا اجي يوسف يوسف ديالنا تا هو مرحبا انا يا خالي والله يلاه شي باش تنقول لكم انا مغرب ما كاينش بحالو شويه كان شويه هي الاولى ولا ما كانش الله لا توتر الله وفي بارك الله الله خليني باش اسمح لينا الله يحميك الوالدين الله يحفظك قلت الله يحفظكم الله يطول لكم العمر الله يخلي لكم الوالدين دابا كملت من شويه الحوت
وبغيت ندخل على هذا السوسي راه صيفط لي انا ونخرج ونمشي وهاد الدريا ولد الرباط كاين مناج عفا عليه الله من الشيجن وبخير وعلى خير بغيت خوتي بحال هكا حتى هما يستافدوا عندك حتى هذا وانا اخويا نيفا ولكن راه بنيت السريدة ما بقاوش يديروا والو هذا الشيء باش نخنوق ورجال نخنوق رجع عندنا ريح معنا اخويا في العصر الله يخلي لكم والديكم وباي باي عليكم الله يعاونكم باي 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 حياة بد بد موت